وإثر ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 3860 شهيدا من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وأشارت إلى استشهاد 3785 في القطاع، بينما أصيبوا أكثر من 12,000. وفي الضفة الغربية استشهد 75 فلسطينية، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1300 جريح. الوضع في قطاع غزة كارثي وصعب للغاية، لا توجد كلمات يمكن أن تصفه. في الأيام القليلة الماضية أرسلنا نداء إلى المجتمع الإنساني بشأن الوضع الصحي في المستشفى. لا يوجد وقود، ونعمل مع الجرحى على الأضواء المتنقلة فقط، وليس لدينا أي أسرة للعناية المركزة. أنا وفريق العناية المركزة قمنا بتوسيع الأسرة عدة مرات حتى وصلنا إلى حوالي 40 سريرا. نحن نبحث عن أي جهاز تهوية حولنا. نواجه نقصا في عدد الأسرة لاحتواء المصابين، وغرفة العمليات ممتلئة دائما، ونعاني دائما من نقص، ونحن نعمل بسياسات طبية جديدة مجهدة للغاية، ولا يمكننا إنقاذ المزيد من الأرواح، وهذا يعني أن المزيد من الأطفال والنساء سيواجهون الموت دون الرعاية الطبية، لأننا لا نملك أجهزة التنفس الصناعي لهم أو مستلزمات طبية.